اهلا بك يا دكتور علي. حضرتك هنقعد نتفرج على التقرير ونشرب حاجه نبدا حوارنا. طيب اتفضل يا حبيبي. الكابتن علي شحاتة أو الدكتور علي شحاتة، هل تذكرونه؟ نجم الأهلي والمقاولون العرب السابق والمنتخب الوطني، أحد أبرز لاعبي الكرة المصرية في الناحية اليمنى، هل تذكرونه؟ فمن منا لا يذكر المعلق الرياضي الكبير الكابتن حسين مدكور عندما قال له بصوته المميز يا دكتور علي بعدما سدد ركلة الترجيح الرابعة في نهائي كأس الأمم الإفريقية عام 1986 وأحرز هدفا ساهم في فوز مصر باللقب. أيوة يا دكتور، يا دكتور علي، يا دكتور علي، برافو يا علي. عبر التاريخ قليل ما يجمع لاعبو كرة القدم بين التفوق الدراسي والرياضي في نفس الوقت، ولكن الدكتور علي شحاتة كان مثالاً يحتذى به في هذا الشأن. علي شحاتة نجم دفاع المقاولون العرب في الثمانينيات وأستاذ جراحة الفم والفكين، بدأ مسيرته في قطاع الناشئين بالنادي الأهلي واستمر في النادي حتى مرحلة الشباب خلال السبعينيات، وابتعد عن الملاعب بسبب دراسة طب الأسنان قبل أن يعود كلاعب في الفريق الأول لنادي المقاولون العرب في بداية الثمانينيات. تألق علي شحاتة مع المقاولون العرب وساهم في تأهل الفريق لنهائي كأس مصر عام 1981 وأهدر ركلة الترجيح الثالثة في المباراة النهائية أمام الأهلي وخسر المقاولون وقتها. في الموسم التالي نجح مع المقاولون في التتويج بلقب الدوري للمرة الأولى في تاريخ النادي مع الجيل الذهبي لذئاب الجبل، وفي العام التالي وخلال أول مشاركة إفريقية للمقاولون العرب حقق الفريق بطولة كأس الكؤوس الإفريقية عام 1982 على حساب باور دينامو الزامبي، وحافظ على اللقب في العام التالي على حساب أجازا لومي بطل توجو. وعلى المستوى الدولي سجل الدكتور علي شحاتة اسمه بشكل مميز مع المنتخب الوطني خلال الفترة من عام 1983 وحتى عام 1987 حينما لعب أساسياً على حساب محمد صلاح نجم الزمالك آنذاك، وشارك في بطولة كأس الأمم الإفريقية عام 1984 واختير ضمن التشكيل الأفضل في البطولة، وفي النسخة التالية ساهم مع المنتخب الوطني في حصد البطولة وحافظ على مكانه في التشكيل الأفضل في البطولة بعدما سجل ركلة الترجيح الرابعة في المباراة النهائية أمام الكاميرون، وشارك في دورة الألعاب الإفريقية والدورة الأولمبية في لوس أنجلوس، وترك علي شحاتة الملاعب مرة أخرى من أجل طب الأسنان، واعتزل في عز تفوقه عام 1988 ليتفرغ لدراسة الماجستير والدكتوراه في طب الأسنان. تعالوا نرحب بالدكتور علي شحاتة في المجري مع الكابتن مصطفى عبدو.